السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل اصدقائي واحبابي ومشاهدي ومشتركي ومتابعي قناه دكتورات محمد عبده على الحب دائما نلتقي بفضل الله تعالى. اليوم يعني حبينا نجمع كده اربع فيديوهات في فيديو واحد، يعني اربع دكتورات في فيديو واحد واربعه في واحد زي ما بيقولوا. يعني الحقيقه الهدف من الفيديو طبعا اكثر من المشاهده هو ان حضراتكم تشاركوا معايا برأيكم في التعليقات، أي فيديو في الأربعة أفضل علشان أقدر أطور برضو من مستواي وأدائي، وربنا ييسر الحال إن شاء الله، وكله بفضل ربنا عز وجل في الأول والآخر. يعني الفيديو رقم واحد طبعا أنا مرقم الفيديوهات أو مرقم الدكورات، هنقول بقى مرقمين كل دكور برقم، في الرقم فوق على اليمين وهو قدام حضراتكم ده أول دكور معانا النهاردة في فيديو اليوم، دكور إزاي تغلف عمود عريض. طبعا المعتاد من الإخوة الرسامين والنقاشين إنه بيتعرض لعمود مدور، فإحنا معانا النهاردة عمود عريض أهو زي ما حضراتكم شايفين، إزاي قدرنا نغلف هذا العمود بشرائح الرخام. وطبعا الفيديو موجود على القناة، تقدر حضراتكم تراجعوه، للناس اللي ما شافتش الفيديو قبل كده تراجعوه فيديو كامل بالشرح والخطوات والمون والخامات وكل حاجة. عايز إن شاء الله في التعليقات تقولوا رأيكم ايه العيوب اللي موجودة في هذا الفيديو او في هذا الدكور، وايه المميزات يعني علشان نقدر يعني زي استبيان كده علشان نقدر نطور من ادائنا ومستوانا ان شاء الله. فده الفيديو الاول او نقول الدكور الاول في الفيديو النهاردة رقم واحد. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين العمود عريض، ونروح بقى للفيديو الثاني او الدكور الثاني رقم اتنين. ده الدكور رقم اتنين، ازاي تصنع حضرتك رخام بمعجون الجدران وتديله اللمعه بتاعته والزهوه بتاعته، وتديله كمان التاثيرات الثري دي اللي موجوده في الرخام. يعني الدكور ده ينفع انك انت تغلف بيه مطبخ كامل او سفل سلم كامل. فهنا الجدار عدل، الجدار عدل مسطح، لكن طبعا بشغلك انت وبلمستك وشغل الثري دي بفضل الله تعالى بتقدر تخلي يظهر فيه التعرجات اللي موجوده والعالي والواطي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي حالا. ده الدكور رقم اتنين اهو، وبرده بمعجون الجدران. الناس اللي بتزعل من فيديوهات معجون الجدران بيقولوا لا ده مش بيدينا مش بيظبط معانا، لا اهو زي ما حضراتكم شايفين. يعني بس اهم حاجه انك انت تتبع الخطوات زي ما في الشرح، يعني الفيديو موجود والفيديو الحمد لله محقق 34,000 مشاهدة. تقدر حضراتكم كل اللي ما شافش الفيديو يراجع الفيديو على القناة. الفيديو او الدكور رقم ثلاثة، وده كان الاسبوع اللي فات احنا عملنا حاجة كده خلفية لشاشة التلفاز تي في، يعني شاشة البلازما دي حبينا نعمل لها خلفية كده بالرسم، فربنا يسر الحال وقدرنا نعمل حاجة بديلة للجبسون بورد، بديل الجبسون بورد. طبعا الجبسون بورد طبعا حضراتكم عارفين انه مكلف وغالي، طبعا ده يعني لو هنقول المكتبه دي مثلا هتصرف 3000 جنيه فهي كده صرفه حوالي 700-800 جنيه بموانها بمصنعيتها. يعني المكتبه قدام حضراتكم ده الدكور رقم ثلاثه اهو، نركز فيه مع بعض، وطبعا بمعجون الجدران، فاهو الجنب فاضي خالص اللي انا هحط عليه الشاشه اهو، وبدانا هنا بشريط التيب اللاصق، وبدانا ناسس اللي هي الخطوط العريضة للمكتبة بتاعتنا زي الراجل بتاع جبس وورد بالظبط لما بيبدأ يخطط المكتبة قبل على المحارة قبل ما بيبدأ يشغل ويثبت الحديد فيها. يعني فاحنا هنا الحديد بتاعنا اللي هو الشريط اللاصق، وطبعا بناخد الخطوات بتاعتنا كلها واحدة واحدة في ان احنا ازاي نقدر نحافظ على جسم وسمك المكتبة بالشريط العريض بالشكل ده. وبالظل طبعا وبمسدس الرشه تقدر حضرتك انك انت تعمل ايه الشغل اللي قدامك ده تخليه بارز. يعني طبعا برضو هنا معجونه الجدران بتلعب دور كبير جدا في ان انا اقدر اشطب البارز في او السطح العالي في المكتبه بمعجونه لون مثلا غامق زي الموف الغامق اللي حضراتكم شايفينه ده، والارضيه بلون مثلا رقيق زي كده. اهم نقطه هنا في الفيديو او في الدكور رقم ثلاثه هو حته انك انت ترش رشه بمسدس الرش كده، تجيب الظل ويكون الظل يكون مناسب لون الظل مناسب للون الخلفيه، يعني فتظهر قدامك المكتبه بعد ما ترفع التيب كده تظهر قدامك المكتبه جبس بورد تماما، وكمان بارزه عن الحيط وعريضه ولها سمك.
ده الدكور رقم 3 معانا في فيديو النهارده، واتمنى يا رب ان كنتوا برضو اللي ما شافش الفيديو ده يرجع للقناه تاني، وموجود الفيديو اديله 3 4 ايام يعني هتلاقيه في الفيديوهات المحمله، ممكن يكون اخر فيديو عامل حوالي 4500 مشاهده. اتمنى الناس اللي ما شافتش الفيديو تشوفه. ده طبعا الدكور اللي معانا النهارده الدكور رقم 3، وهو الشاشه باينه قدام حضراتكم. يبقى كده قدمت لحضراتكم لحد الان 3 دكورات، دكور العمود العريض والدكور زي الرخام والدكور الشاشه اللي قدام حضراتكم شاشه بديله الجبس بورد، وان شاء الله يكون في مزيد من النماذج للجبس بورد وازاي نعمل خلفيات اكتر للشاشه بشكل مودرن وحاجه جديده. يعني نروح مع بعض للدكور رقم 4 وهو اخر دكور في فيديو اليوم. اتعرضت بصراحة لان انا اشطب مطبخ كامل، طبعا العمود اللي كان عليه اللي هو الدكور رقم 1 في فيديو النهاردة موجود العمود في نفس المكان اهو ظاهر ومن وراه المطبخ، والمطبخ اتطلب مني ان انا اشطبه بصراحة كله رخام يعني، فكانت بصراحة عملية شاقة جدا انك انت تشطب حوائط المطبخ كلها من السقف للارضية رخام، واحنا في الاساس بنشتغل بمعجونة الجدران، فالخطوات كلها برضو موجودة في الفيديو كامل بالشرح على القناة. والحمد لله الفيديو برضو عليه تفاعل كويس وموجود، تقدر حضرتك لو ما شفتش الفيديو ده ترجع للقناة وتتفرج على الفيديو كامل بالشرح. وما تنساش طبعا انك انت تقول لنا رأيك في التعليقات. اي فيديو في او اي ذكور في الاربع ذكورات النهاردة هو الافضل علشان نقدر نعرف مميزاته ايه ونقدر نطور ونقدم حاجه اعلى ان شاء الله في المرحله الجايه باذن الله. قدمت لحضراتكم هنا بقى 4 ديكورات في فيديو واحد. الديكور الاول كان العمود اللي هو تغليف العمود العريض، وطبعا ده نادر لما بتلاقي عمود عريض، معظم الاعمده اللي بتلاقيها بتتصادف معاك بتكون مدوره. وازاي نغلف حوائط مطبخ او سفل سلم بشكل زجزاج يديك عمق في الجدار، وخلفية الشاشة اللي هي بديلة الجبس بورد، وان شاء الله يكون فيه خلفيات اكتر في المستقبل. وده المطبخ اللي بين ايدينا دلوقتي حاليا، ازاي نعمل مثلا حوالين الشباك اهو، عملنا حلية الشباك برضو رخام و3 دي ظاهرة قدام حضرتك بارزة، وكل حوائط المطبخ اصبحت بالرخام زي ما انت شايف، وطبعا بندي وش ورنيش لامع في الاخر، وادي المطبخ اهو. وطبعا تحت الرخامه هنا في تغليف بصمره الاخشاب، وان شاء الله يبقى لها فيديو تاني. لو حضرتك اول مره تزورنا في القناه يسعدني اشارك حضرتك في القناه، وما تنساش لايك اسفل الفيديو، واشوفكم على خير. اخوكم محمد عبد من قناه مصر عباس. السلام عليكم ورحمه الله.